الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع الشعب اللبناني واستعدادها لتسخير إمكاناتها في جهود إعادة الإعمار. في ظل استمرار الغضب الشعبي، اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بعد استقالة وزيرين في الحكومة على خلفية انفجار بيروت. اليوم الأخير والثاني، المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر مع الشعب اللبناني واستعدادها لتسخير إمكاناتها في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية. السادة الرؤساء، أصحاب الفخامة والسعادة، السيدات والسادة، بداية أتوجه بالشكر لصديقي العزيز فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على المبادرة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان، والذي جاء ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات المتتالية التي أحاطت بالشعب اللبناني الشقيق من مختلف الجوانب. ولعل في اجتماعنا اليوم ما يخفف قدرا من العبء الذي أثقل كاهل لبنان، وليبعث برسالة دعم قوية وواضحة للشعب اللبناني هو في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به. كما إنني على يقين تام من حرص الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على بذل ما تستطيع من أجل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساعدته للنهوض ليعود مزدهرا كما كان. لقد تابعت مصر والعالم بأسره بمزيد من الحزن والألم في 4 أغسطس الجاري مشاهد الدمار التي خلفها حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وعلى أثر هذا الحادث الأليم الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا والمصابين والمفقودين، شرعت مصر شعبا وحكومة في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر دولي محمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة يدا بيد وكتفا بكتف مع أبناء الشعب اللبناني الشقيق. ومن هنا فإن مصر تؤكد مجددا على دعمها وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني وتعرب عن استعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة، خاصة من خلال إفاد مهندسين وفنيين في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح محطات الكهرباء المتضررة. كما تدعو مصر لإطلاق جهد دولي لمساعدة ودعم الشعب اللبناني في تجاوز الآثار المدمرة للحادث وإعادة إعمار ما تعرض للهدم. السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن الظرف الاستثنائي الصعب الذي يواجه العالم والمنطقة العربية جراء جائحة كورونا قد ألقى بعباء ثقيلة على كاهل العديد من الدول، خاصة تلك الدول التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بالأساس ومنها لبنان الشقيق الذي أضحى الآن وبعد هذا الحادث الأليم في موقف بالغ الصعوبة
والتعقيد بفعل تلك العوامل مجتمعة، وهو ما يجعل من تقديم الدعم الدولي للشعب اللبناني أمرا حتميا وعاجلا لإعانته على الصمود أمام هذا التحدي الكبير، فضلا عن دور القيام المجتمع الدولي بتنحية الخلافات السياسية وعدم السماح باستمرار استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الإقليمية مع مراعاة الحفاظ على السيادة اللبنانية. إنني أناشد الوطنيين المخلصين في لبنان على اختلاف مواقعهم النائي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحتمية التي لا مجال لتأجيلها، بما يؤهل لبنان للحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية والدعم الدولي وفقا لمقررات مؤتمر سيدر لعام 2018، والأمر الذي سينعكس إيجابا على مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء. وشكرا مرة أخرى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. ومن جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس حصلت على تعهدات بأكثر من 250 مليون يورو من أجل تقديم مساعدة للبنان على المدى القريب خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان. لن نسمح بالعنف والفوضى أن يسيطر على المشهد، هكذا استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر دعم لبنان، داعيا المجتمع الدولي للتحرك السريع لمساعدة لبنان بعد الانفجار الذي هز أرجاء العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي. ماكرو الذي يعد أول رئيس لدولة أجنبية يزور بيروت حث السلطات اللبنانية على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني قبل أن تعم الفوضى، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سوف يقف إلى جانب لبنان في مشواره نحو إعادة الإعمار. تفجير الرابع من أغسطس في لبنان كان كالصاعقة، أن الأوان للتحرك وعلى السلطات اللبنانية البدء في تطبيق إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادية والتي طالب بها اللبنانيون، وهو الأمر الوحيد الذي سيجعل المجتمع الدولي يقف جنبا إلى جنب مع لبنان في إعادة إعماره. ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شارك 15 رئيس دولة وحكومة في المؤتمر الذي نظم بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة من أجل تحريك مساعدة طارئة للبنان، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ومدراء منظمات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصليب الأحمر. وخلال المؤتمر تعهدت المفوضيات الأوروبية بإرسال مساعدات بقيمة 63 مليون يورو، مشيرة إلى أن التمويل الإنساني الجديد للاتحاد الأوروبي سيمر عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أبلغ سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن استعداد بلاده للتعاون معهم لإيصال مساعدتهم للبنان عبر أراضي المملكة. وفي وقت سابق وصلت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي من خلال الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر بصورة عاجلة دعما للبنان الشقيق. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، مضيفا أن بلاده ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان لكنه أحجم عن تقديم أرقام محددة. الولايات المتحدة تعمل باجتهاد، وأرسلنا ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والمياه، كما سنرسل المزيد من الطائرات. لم نقدم رقما محددا للمساعدات، لكنه سيكون كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات التي سنقدمها. ويمكن للمرء أن يتساءل كيف لشعب أن يحيا في هذه المأساة وهذا المستوى الذي يواجهه الناس هناك لم نره من قبل. ويعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم اجتماعا لبحث تداعيات انفجار بيروت بعد استقالة وزيرين في الحكومة وعدد من النواب، ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الطبقة السياسية. لليوم الثاني على التوالي تواصلت في العاصمة اللبنانية بيروت الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية انفجار مرفأ العاصمة الذي وقع الثلاثاء الماضي،
وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. المتظاهرون تجمعوا عند مدخل البرلمان الذي شهد اندلاع عدد من الحرائق، كما حاولوا اختراق السياج المحيط به في الوقت الذي اقتحم المحتجون أيضا مكاتب وزارة الأشغال والنقل. واحتدمت المواجهات بقيام المتظاهرين بإلقاء المفرقعات والحجارة والأدوات الصلبة صوب القوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب، في حين ردت الأخيرة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة لإبعادهم وتفريقهم. وأكد المتظاهرون ضرورة محاسبة المسؤولين عن الوصول إلى هذا الوضع، وطالبوا برحيل جميع أفراد الطبقة السياسية في البلاد. ضفنا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعدين خلص يعني بدنا نوصل صوتنا أنه الشيء اللي صار منه مقبول، الشيء اللي عم يصير صار له سنين كتير مش مقبول أنه يكفي خلص. قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إن الحكومة برمتها يجب أن تستقيل وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن استقالة نائب من هنا أو وزير من هناك لا تكفي. وفيما يبدو بداية الانفراط عقد الحكومة، أعلن وزير البيئة ديميانوس قطار استقالته، وذلك بعد ساعات من استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد. انحناء أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين، وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير، أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والازدهار. وتسبب الانفجار في خسائر بمليارات الدولارات، وأدى إلى تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في البلاد منذ شهور، وسط تصاعد الدعوات الغاضبة التي تطالب باستقالة الحكومة. اليوم الثاني والأخير يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تجرى عملية الاقتراع في الداخل غدا الثلاثاء وتستمر على مدى يومين. واستعدادا لعملية الاقتراع في الداخل تنطلق في أنحاء الجمهورية إجراءات تعقيم مقار لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ. أكد المواطنون في الشارع المصري على أهمية انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه الفترة، ونشدوا جموع المصريين بضرورة المشاركة في صناديق الاقتراع بأصواتهم للقيام بواجبهم الوطني والدستوري. يونا على موعد مع انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء ليقولوا كلمتهم في صندوق الاقتراع. فالمشاركة الشعبية الواسعة ترسخ قواعد الديمقراطية وتمنح الحيوية للعملية السياسية. مجلس الشيوخ كغرفة تانية للبرلمان جت في الوقت المناسب اللي البلد محتاجاها، ومحتاجة فيها شخصيات على قدر كبير من الثقافة والخبرة السياسية. أنا شايف إن ده لكل واحد وكل مواطن يطلع يقول صوته بنزاهة وشفافية قدام الرأي، قدام المجتمع الدولي، قدام الرأي العام، ده حاجة كويسة. بعض المواطنين في الشارع المصري قالوا إن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وسياسي لاختيار من يمثلهم ويعبر عن آرائهم في مجلس الشيوخ. بتعزز مشاركة المواطن في الحياة النيابية والسياسية، وبتخليه يحس إن له صوت واضح أمام الشعب يعني وفي الدولة. المفروض كل واحد ينزل يقول رأيه، موافق على القائمة، موافق على الفرد، يختار اللي هو عايزه، ده حرية شخصية، بس لابد كل الناس من يشارك. وبدع برضو الشباب والستات برضو ان هم لازم ينزلوا ويقولوا رأيهم. الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الاقتراع للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على صحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالدخول لمقر اللجان دون ارتداء الكمامات. مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، تظل اختيارات المواطنين هي التي سترسم ملامح المجلس القادم وخارطة مستقبل الحياة السياسية في مصر خلال الفترة القادمة. أسمع حسن النيل.
ولمتابعة تصويت المصريين في الخارج ينضم إلينا من فيينا مراسل النيل مصطفى عبد الله. مصطفى، كيف يبدو إقبال المصريين في النمسا على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، صباح الخير. هو الحقيقة النهاردة يعني الإقبال أكثر من أمس، لأن امبارح كان زي ما حضرتك عارفة ويكند، يعني كان أجازة عطلة. النهاردة في إقبال أكثر. استؤنفت اليوم الاثنين تصويت المصريين بالنمسا انتخابات مجلس الشيوخ من خلال البريد، والحقيقة القنصل العام بالنمسا والمستشار والسفير المصري بالنمسا بيواصلوا يعني اهتمامهم بالرد على استفسارات اي استفسارات لمصريه الخارج بالنمسا. ونظرا ان يعني التصويت بيتم في ظروف غير طبيعيه اللي هو حظر التجمعات بسبب جائحه كورونا، والحكومه النمساويه يعني عامله اجراءات افتراضيه لتامين وسلامه الشعب، الا ان القنصل اكد ان استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق هام وبيتم في ظروف استثنائيه، وطالب مصري النمسا بضروره الاهتمام بهذا الحدث الديمقراطي والادلاء باصواتهم، وخصوصا ان المصريين في الخارج لهم دور هام ما نقدرش يعني ننساه، وبارز في الاستحقاقات الدستوريه من سنه 2014. ولا ننسى ايضا ان في استعدادات لوزارة الهجرة على مدار الساعة للتواصل مع مصريو الخارج، وست وزيرة نبينا مكرم عاملة تطبيق اسمه كلم مصر ومنصة التواصل الاجتماعي للوزارة لإعطاء المعلومات الهامة حول العملية الانتخابية، فضلا عن غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات. بشكرك، شكرا جزيلا مصطفى عبد الله مراسل النيل من فيينا. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر و17 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأحد هو 95492 حالة، من ضمنهم 52678 حالة شفيت و5009 حالات وفاة. أعلن السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين تقديم 250 جهاز تنفس صناعي هدية من الولايات المتحدة إلى مصر من أجل دعم جهودها في التصدي لجائحة كورونا. Pleased today to announce a donation of 250 new American-made ventilators from the United States to the government of Egypt, our latest contribution to Egypt's fight against the COVID-19 pandemic. In the hands of Egyptian medical professionals, these ventilators will be used to care for those suffering from the severe effects of COVID-19. And for years to come, will also be used to care for those suffering from other diseases. The relationship between Egypt and the United States of America has been a strong, long-lasting partnership that spans over 40 years. The COVID-19 crisis has pushed nations to collectively work together to meet the evolving humanitarian needs. Our partnership most recently has reflected a spirit of collective responsibility and reciprocated solidarity to serve our people. The United States Agency for International Development, USAID, is proud to support Egypt's COVID-19 response with a donation of ventilators from the American people. Our partners in many Egyptian ministries, agencies, and hospitals have worked to quickly identify the facilities most in need and are now moving the ventilators from the airport to intensive care units all across the country. I thank all of our Egyptian partners for their dedication. USAID will also provide training to strengthen the capacity of Egypt's medical professionals to use this American manufactured device. USAID is proud to continue supporting Egypt's development. Working together, I know we can and will emerge from this crisis stronger. I hope that in the near future, the United States and Egypt can celebrate together new areas of cooperation. Today,
We stand with you in support and solidarity as together we fight the COVID pandemic. Thank you. I wish you all good health. Shukran. وفي هذه الأثناء تشهد الدول العربية انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا، بينما تحذر السلطات الصحية في كثير من الدول من تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة خشية حدوث موجة ثانية من الوباء. يتجه انتشار فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الانخفاض وسط تحذيرات من إهمال الإجراءات الاحترازية وحدوث موجة ثانية من الوباء. في منطقة الخليج العربي رصدت وزارة الصحة السعودية انخفاضا في عدد الحالات الحرجة لفيروس كورونا مع تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة و37 حالة وفاة، وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بالفيروس، كما بلغ مجموع الوفيات 357 حالة. أما في الكويت فبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 478 حالة، وإجمالي عدد المصابين نحو 71713 حالة. بدورها أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1252 حالة. لم يختلف الموقف الوبائي كثيرا في منطقة المغرب العربي، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1697 حالة مؤكدة. أما في الجزائر فقد سجلت السلطات الصحية 521 حالة إصابة جديدة وتسع وفيات. يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ 24 من شهر مارس الماضي لمدة شهر، في الوقت الذي خففت فيه السلطات من حظر التجوال المفروض في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، كما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 3 ملايين، في حين يواصل عدد من المستشفيات البرازيلية بالتعاون مع جامعات صينية وبريطانية تواصل التجارب الرامية إلى اكتشاف لقاح للفيروس. في هذا المعمل بأحد مستشفيات جنوب البرازيل لا تتوقف التجارب من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 3 ملايين وأودى بحياة ما يزيد على 100 ألف في أنحاء البلاد. التجارب التي يشهدها مستشفى ساو لوكس يشارك فيها أكثر من 800 متطوع، بينهم عدد كبير من الأطباء والعاملين في المستشفى. إنها دراسة واعدة جدا، ونأمل أن نبشر الناس بلقاح آمن وفعال خلال الشهور المقبلة أو بحلول العام المقبل، ومن ثم يمكننا العودة إلى حياتنا الطبيعية كما كانت قبل الجائحة. وتجري البرازيل تجارب عدة على لقاحات لكورونا بالتعاون مع جامعات بريطانية وصينية باعتبارها ثاني بلدان العالم تضررا من الوباء، حيث تكون نتائج اللقاحات أكثر مصداقية في البؤر الساخنة لانتشار المرض. إنه تحدي كبير، أمامنا وقت قصير للتوصل إلى النتائج، والتوقعات واعدة بالتوصل إلى نتيجة خلال المهلة المحددة. نتعاون مع أكثر من 11 مركزا في أنحاء البلاد، ونأمل أن نحصل على نتائج ويكون اللقاح في أيدي الناس في أقرب وقت ممكن. وينص اتفاق البرازيل مع بريطانيا والصين على توفير عشرات الملايين من جرعات اللقاح عند التوصل إليه لمواطني البرازيل، كما ينص على نقل التكنولوجيا الخاصة بتطوير اللقاح حتى يتم إنتاجه محليا في البلاد التي يزيد عدد سكانها على 200 مليون نسمة. وختاما هذه تذكرة بأهم الأنباء، الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع الشعب اللبناني واستعدادها لتسخير إمكاناتها في جهود إعادة الإعمار. في ظل استمرار الغضب الشعبي اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بعد استقالة وزيرين في الحكومة على خلفية انفجار بيروت. اليوم الثاني والأخير المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ. إلى اللقاء.